في المغرب نقول واحد الحاجه، انا لي واحد الحاجه اللي كنعرف هو كاين المغرب اي سي با ابارمون لي انفورماسيون اللي عندنا سا سبا تري تري مال، دونك اون فوا كو ليكونومي براتيكمون على الغرب. هذه مشكله كبيره، مشكله كبيره بالنسبه الى ما كانش واحد ديناميك ايكونوميك بالنسبه اللي كتشوف في التلفزيون ولا كيظهر في التلفزيون وكيظهر في الصحه، كتقول لك هذا الشيء المغرب، كتقول لك امريكا، امريكا ما عندها شك، هما خايفين على 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 المستقبل ديالنا، والمغرب ولا كتعرف كتقول له بحال اللي كتقول للامريكان جوج تخدموا هنايا، فهمتي الخير والبركه. انا نقول واحد الحاجه، واحد المره كان عندي واحد الاجتماع في طنجه، وكان كنهضروا مع شي سياسيين تماك، وقالوا لي تعرف مشكله سي حجر، ماشي المشكل ديال 5000 ولا 10000 ديال الكحل اللي جاوا من افريكا اللي غادي يجوا هنايا وكيبقاو في زنقه، وممكن واحد يخدم واحد يصلح وهم كل واحد داروا العيا ديالو. قال لي المشكل اللي عندنا هما دوك 150000 و200000 الشباب اللي من هنا 5 سنين غادي يكونوا هنا موجودين، واللي ما كانش الخدمه ديالهم، هذا المشكل. دونك اليوم الا كان واحد بريوريتي اللي خصنا نشوفو سي سوات ان رونت يونيفرسال، سافا دير اي واحد تخلي له واحد الوضعيه باش يعيش بها، ولا غتبرر له الخدمه. اوروبا خايفين، والمغرب كنقولوا دابا كنقولوا هذا المغرب كنقولوا طلب الاوروبي يعاونكم، طلب الدول الاخرين يعاونكم. انا فين سمعت المغرب بالنسبه ماشي البلاد فقير الحمد لله خير والبركه، كنقولوا اوروبا دولة في اوروبيه كيطلبوا اوروبا باش يعاونوهم باش يساعدوهم على قضيه الميزانيه اللي عندهم. دونك الله يخليكم المغرب سي ان كرون بيي، فهمتي، وكان وضعيه صعابه. دونك انا كنشوف غير المتاقات اللي في المغرب، كنقولوا الله يخليكم ما تكونسونتروش كل شيء في الرباط في كازا في هذه الناحيه هذيك، حاولوا باش تفتحوا شركات على برا مثلا في الريف ولا في السوس باش الناس يخدموا. والله الا ما احتجتوش الخدمه هذوك الناس غدا من غدا ما شبرهم ما يديروا، غادي تكون في داخل. دابا هنا في بلجيكا التقاعد كيبقاو لك على 5 سنين الاخريه في الخدمه ديالك، دونك الا 5 سنين الاخريه الا بقيت في شوماج غاتبعو شوماج، فهمتي. لا بالنسبه نقول لك هنايا في بروكسل التقاعد كتبقى ب 3500 اورو ولا 4000 اورو، هذه زعما ماديه اللي غادي تشبر الا كنت مثلا عندك 32 سنه ديال الخدمه، فهمتي، هي كبرلماني، فهمتي. الا كانت ديما كدوله سي لو مينيموم سي 1500، مي سا بي اري جوسكا 5 مينيموم. دابا شنو نقول لك، دابا الى خدم واستهلفوا، انا ما عرفتش السيستم المغرب كيفاش كتخدموا، مي انا هنا بالنسبه لبلجيكا 3500 معرفة اورو فلوس كبار، يقولوا مثلا اذا كان عندك الدار ديالك وديك الشيء كنت تعيش بها، فهمتي. دابا انا ماشي كنفكروا في بلجيكا خصنا كيفاش غنعليو البونسيون ديال بلجيكا، باسكو بزاف ديال الناس اللي عندهم 1200 1500 بونسيون في الشهر، هذا اكثريه ديال الناس. دونك هذيك الشيء كان الناس خدموا 42 عام وما كيوصلوش 1500 اورو ديال البونسيون، دونك مشكله كبيره عندنا. دابا كندير واحد البلو باش نشوفوا نغيروا هذا الشيء، ما يمكنش تبقى في هذه المنطقه. بالنسبه باش تقول لك واحد رئيس الحكومه مثلا في المغرب كيشبر 9 مليون ولا 100 مليون، شوف دوله شكون غادي دوله استقبلت هذا الشيء، غادي نشوفوا شنو تبقاو القانون في البرلمان. انا ماشي برلماني مغربي، فهمتي، مي فعلا الناس تما في المغرب كان لي اقل عندهم 150 الى 2000 درهم بار موا وكتوصل حتى 9 مليون، زعما ما كتدخلش في العقل، كتجي شويه صعيبه. حتى في امريكا ما كانش هذيك الثمن، مي بون المغرب توي بوسيبل بار موا، فهمتي. دونك لا حل سهل. صعيبة باش نقول لك واحد حساب ولا ماشي حساب، انا كنتبع الشخص، كنشوف الناس. شنو هو الشخص اللي انت؟ ايوا خويا اش نقول لك، دابا في هذه الساعات ما كتشوف حتى شي واحد، فهمتي، غادي نشوفوا اللي غادي يقدم راسو في هذه الايامات، غادي نشوفوا. انا شحال مره مشيت للمغرب
عرضوني احسن كاملين عرضوني باش نهضر معهم ولا مثلا يجي واحد اللقاء ولا كنعرضوا على السياسه ديال بلجيكا ولا شي حاجه. ما انا ما عندي حتى شي حساب وما كندخل في حتى شي سياسه. انا جني كندير